بسم الله من الشيطان الرجيم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. تقوم الساعة، احنا نعرف تقوم دي ما القيام، كأنها كانت ايه، كانت نايمة، وبعدين تقوم كده بقى كل واحد ايه، بقى كل واحد شيء. يوم تقوم الساعة القيام. طب وكلام سماها ساعة ليه؟ اسمها ساعة يعني ايه؟ ثم قال لك حين يبين زمنها يبين انها تأتي في اي لحظة، كما ابهم الله اجل الانسان. هو ابهمه عشان يخليه مبهم كده؟ لا، ده ابهمه عشان تستحضره في كل لحظة من اللحظات. يبقى من الابهام عين البيان، من الابهام عين البيان، عشان كل واحد يقول لك انت لا تملك طرفة عين، فاحذر ان تقبض روحك وانت في معصية ربك. ما نعرفش امتى تيجي، مش عايز عله. والموت من دون اسباب هو السبب، مات لانه يموت. ولذلك في الموت الشعر قالوا ايه، في الموت ما اعيا وفي اسبابه كل امرئ رهن بطي كتابه. أسد لعمرك من يموت بزفره عند اللقاء كمن يموت بنابه، إن نام عنك فأي طب نافع، أو لم ينم فالطب من أذنابه. يروح يعمل العملية يموت فيه الله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبهم أشياء ليبالغ في بيانها، فأبهم أجل الإنسان عشان الإنسان إيه؟ يترقبه في اي لحظة من اللحظات. واحنا بنشوف انسان سليم ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي وينتهي، سيارة تصدمه ومش عارف ايه تنزل عليه الله. اذا ما تقولش ده عيان، حتى الفلاحين يقولوا ازاي عيانكم، ازاي فلان قال له ايه سليمنا مات، اللي ما كانش عيان مات الله. يبقى اذا كذلك ابهم الله امر الساعة، لكن ابهم امر الساعة عشان يفاجئ الخلق به. قال لا، من رحمته انه عمل لها علامات عشان اللي غفلان شوية لما يجي العلامات فيها علامات صغرى وعلامات ايه، يبقى ده حنانه على خلقه برضه. هو ابهمها يعني لا يجليها لوقتها الا ايه، الا هو. ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا ايه بغتة، لكن من رحمته انه عمل لها ايه علامات، علامات صغرى عشان ايه اللي غفلان شويه يتنبه، وعلامات كبرى بقى علشان دي تبقى مفيش فيها ايه. ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون. كلمه الخساره والمكسب يعرفها التجار، كل تاجر بيتاجر عنده راس مال، عايز ايه راس المال ده ايه يجيب له ايه، يجيب له حاجه. اذا كل عمل من الاعمال يجب ان يحسب، يحسب هيخسرني ولا يكسبني. الكافر بيعمل ايه؟ هو فاهم انه يكسبه هنا، انما بعدين في الوقت اللي ما يقدرش يعمل فيه حاجه ايه؟ يجده ايه؟ خسران. يوم تجد كل نفس ما ايه؟ ما عملت من ايه؟ محترمه. وما تجد ايه؟ اقرا الايه. يوم تجد كل نفس ما ايه؟ تود لو ان بينه وبينه ايه؟ اللي عمل وعمل مش عارف، يقول لك يا ريت ما كان، يا ريت ما حصل، يا ريتنا ما رجعناش، يا ريتنا يا ريتنا. أي معنى الخساره ايه؟ ان كل اعمالهم بقت ايه؟ هباء. ولذلك لما سئلني كيف تقولون ان الناس اللي اخترعوا اشياء تخفف الام البشريه، مثلا في الامراض، والتي يسرت للناس سبل الحركه في سيارات ولا في طيارات ولا في غوة، اشياء دي تروح، يروحوا النار دول؟ لأ، يروحوا النار. ليه؟ لأنهم عملوا الأعمال وفي ذهنهم الإنسانية، خلاص الإنسانية ادتهم، كرمتهم وعملت لهم تماثيل وكتبت فيهم كتب، ها الله. لكن هل هم عملوا اللي ربنا ادالهم؟ لا. لو عملوا ربنا ادالهم ربنا يدينهم، لأن الأجير لا يطلب أجره إلا ممن عمل له. ولذلك الحق سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
شوف بقى العظمة. ووجد الله عنده، فوجئ بإله كان منكره ما كانش بباله. يبقى بعدها يقول له انت عملت لي، ان كنت عملت لي كنت وجدتني، انما انت ما عملتش لي، انت عملت للناس وادوك الناس ايه، ادوك الناس ايه، ادوك الناس حظك. يومئذ يخسر المبطلون، وترى كل أمة جاسية، كل أمة تدعى إلى كتابها، وترى كل أمة جاسية. ما معنى الجسو؟ فيه جاسية وفيه جازية. إزاي؟ قال لك الجاسية هي التي لا تقعد على مقعدتها كده، بل تقعد على ركبتها، ودي يعملها الإنسان إيه اللي خايف، مش متمكن من القعدة كده، قاعد كويس كده، لا عامل كده. وإن كان الشدة كتير يبقى يقف على أشابيره زي ما بيقولوا، على أصابعه كده، منتظر إيه، منتظر شيء مهول له، مش قاعد مستقر كده قاعدة حلوة كده، لا. لأن القعود أمر يأتي بين الوقوف، وقالوا كان قائما فقعد، وكان مضطجعا فجلس. الجلوس مش هو القعود، هو ينتهي الى شيء واحد، لكن بس الجلوس عن ايه، عن الادنى الى جهل اعلى شويه، كان مضطجعا ايه فجلس، انما القعود كان قائما فقعد. القائم والقاعد لهم مسألة فلسفية، لأن القائم حمله على إيه؟ على قدمين، لكن القاعد حمله على كتير، يبقى مرتاح أكتر ولا لا؟ ولذلك أنت لما تقف مدة طويلة تحب تبدل رجلك، تريح واحدة وتعمل واحدة. طيب ده القائم. طب وافرض إنه قائم وماشي، قائم ومشي، تبقى حركتين اثنين، جسمه كله على ايه؟ على قدميه، بتعبه، وبعدين المشي كمان يجهده. ولذلك لما بيتعب بيعمل ايه؟ يقف شوية، يعني يمنع المجهود اللي حصل بالمشي. طب ايه عمل كده؟ نقول له طب ام احمد لما يكون ماشي وشايل، يبقى بقى رجليه شايله جسمه وشايله الشيله الثانيه. طب افرض انه تعب، اول حاجه يعملها ايه؟ يرمي الشيل ويفضل ماشي. طب تعب من المشي، يقف شويه، الوقوف ما ريحوش، يروح قاعد، القعاد ما ريحوش. ليه؟ لانه لما يبقى مضطجع تقل جسمه على كل الجسم، يبقى ضعيف. كلمه بقى يوم تقوم الساعه معناها ايه؟ مش لايه، لا قاعده مدنية، لا دواء. يومئذ يخسر المبطلون، وترى كل أمة جاسية. جاسية يعني قاعدة على ايه؟ على الكبه، اسمه مستوفي، ايه لا. مش قاعدة مرتاحة بقى كده. نعم، كويس قوي. الحق سبحانه وتعالى يصور الموقف تصوير لفظي علشان يديك صورة لايه؟ صورة للواقع. انت بقى تتخيل المساله دي في تجربه في نفسك. شوف انت لما تكون بقى شيء مهمك بتعمل ايه؟ بتعمل كده، ما انتش متمكن من الايمان، مستوفز. الحق سبحانه وتعالى كل الوقت ده كل واحد مشغول بما ينتظره، فالمساله مش قسطنه بقى، اللي قسطن ده يكون باله رايق من ايه، من مساله، انما دلوقتي مش وقت ايه، بده ينتظر يشوف ايه اللي ايه اللي هيحصل ايه. الا وترى كل أمة جاسية، كل أمة تدعى إلى كتابها. طب الجاسية دي اللي هم الكفرة ولا المؤمنين؟ قال لك الكل منتظر ايه؟ كلمة الحق بقى. طيب كل أمة تدعى إلى كتابها. المستشرقين يمسكونا هنا في الحتة دي، يقول لك أهل الآية دي فيها ايه؟ بقول كل أمة تدعى إلى كتابها، فنسب الكتاب إلى الإيه؟ إلى الأمة، مش كده؟ كل أمة تدعى إلى إيه؟ كتابها. وبعدين هو يقول إيه؟ في الآية الثانية، هذا كتابنا
ينطق بالحق. مره يسنده لمين؟ للامه، ومره يسنده لمين؟ هذا كتابنا. ام قال لك انت برضه ما انتش فاهم اللغه، لان كتابنا اي الذي طلبنا من الحفظه ان يكتبوه ليكون حجه عليهم يوم ينكروا اي حاجه يقول له طب اقرا كتابك انت بنفسك. طب وكتاب، طب وكتابهم يعني الكتاب الذي كتب عليهم فيه، يبقى من ناحيه الامر بالكتابه امر من الله، يبقى يقول كتابنا، هذا كتابنا اي الذي ايه امرنا الحفظه ان يكتبوا. طب ولما يقول تدعى الى كتابها اي الذي سجل فيه الايه الشيء، ولما في فرق بين الايه بين الكلمتين، ولذلك اللفظ الواحد في كتاب الله يستعمل بمعنى هنا والمعنى، ويظن الناس منهم مختلفين. اخوة مثلا ولا تؤتوا السفهاء اللي ما يحسنش التصرف يعني اموالكم. طب هي اموالكم ولا اموال السفهاء؟ قال لك لا، ما دام سفيه والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم، يبقى ما دام سفيه يبقى مش ماله دلوقتي، خد انت بقى مالك. لكن لما يبلغ بقى وتأنس منه رشد قال ايه ادفعوا اليهم ايه اموالهم، يبقى هنا اموالكم وهنا ايه اموالهم. كل امة تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. النطق راعي من اللسان، لان البيان الاول كان من الرسل باللسان، البيان كله باللسان، فاذا كان شيء يؤدي معنى اللسان يبقى بينطق، يبقى ينطقه نطق حال، هذا كتابنا ينطقه. الكتاب بينطق ولا بيقرأ؟ بيقرأ، انما فيه ايه الحال. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ يعني نطلب ونذكر. شوفوهم بيقولوا ايه ويتكلموا ايه وهنا اخر، وما يلفظ من قول الا لايه إن عليكم لحافظون ايه كراما كاتبين يعلمون ايه يعلمون ما تفعلون. الله، يبقى ايه إنا كنا نستنسخ اي نطلبوا انكم تنسخوا النسخة علشان نبقى نديها لكل واحد، تبقى حجة ودليل ايه عليه ما عملناش. فاما الذين امنوا، قسم بقى، ما هو كل امة جاسية وكل امة تدعى الى كتابها، يبقى في تقسيم. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات هيتكلم بقى، فيدخلهم ربهم في رحمته. الآية دي اتوضحت بقى ثانية، ما دام في كتب وهنقراها ونشوف مش عارف ايه، يقوم المفلح يمسك كتابه وياخذ كتابه بيمينه يقول ايه هاؤم اقرأوا كتابيه، يعني زي الولد ما يكون بقى ايه نجح وجاب الشهاده من المدرسه يقول ايه شوفوا بقى انا فرحان هاؤم اقرأوا كتابه، والتاني يقول ايه ياخذ كتابه بايه بالشمال، يا ليتها كانت القاضية قبل ما رضي، يا ليتها كانت ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، بتفصل منها يخسر المبتلون. كل اللي عمله ضاع. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. شوف كلمة فيه تدل على الظرفية، يبقى أكن ظرفهم في الرحمة. يعني عمل الرحمة ايه ظرف وضعه، فيبقى الرحمة محيطة بهم من كل ايه. طب وايه في اشمعنى الرحمة؟ ام قال لك لانهم في الحياة الدنيا مرة يتعبهم ومرة يكسبهم ومرة يخسرهم ومرة يسيبهم مش عارف ايه ومرة ايه، لكن هنا بقى الرحمة. ما هي الرحمة؟ لان هناك ننزل من القرآن ما هو ايه شفاء ورحمة. طب شفاء ليه ورحمة ليه؟ يعني شفاء إن كانت حصل لك خلل في تكليفك فأصابك منه ضرر، يبقى يشفيك القرآن، لكن هذه البالة ارجع إلى ربك، هذه الشفاء. يبقى الداء جه والقرآن يدينا إيه شفاء. طب والرحمة؟ مناعة من الداء، تبقى ما حصلش إيه ما حصلش أي حاجة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كلمة آمنوا وعملوا الصالحات يدل على أن الإيمان
وحده لا يكفي. بل الإيمان فائدته أن توظف ما آمنت به. يبقى لازم. ولذلك والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين إيه آمنوا وعملوا الصالحات. ليه؟ لأن الإيمان بالإله والإيمان بالبعث والإيمان بالقضاء والقدر كل ده عشان إيه؟ ليه؟ علشان يخليك تبقى على يقين من أن كل شيء هتسأل عنه. وما دام كل شيء هتسأل عنه في يوم من الأيام تبقى تملي إيه؟ تبقى تملي يقظ. وما دام تملي يقظ مش هتفلت منك الإيه؟ المسائل إلا إيه؟ سهل. نسيان اي حاجه دي. من ربنا سبحانه وتعالى برضو ايه يجبرها بالاستغفار والتوبه. ولذلك من رحمه الحق بالخلق انه شرع لهم التوبه. مجرد مشروعيه التوبه رحمه. رحمه لمين؟ مش قال لك للمذنب، لا، ده رحمه للخلق كمان. لان الذي يعصي ربنا يعصي ربه بشيء، هذا الشيء بيؤلم المجتمع. فلما ربنا ما يكتبش عليه التوبة اللي يعمل ذنب واحد يبقى ايه فائد، يقول لك خلاص ما انا عملت ذنب وخرجت من رحمة ربنا، يعمل ايه يفجره في خلق الله. لكن لما ربنا شرع التوبة يبقى عمل ايه رحمة به إيه؟ ورحمة بالمجتمع الذي يشقى بفساد ايه بفساد تكوينه. يبقى لله. ولذلك هناك ايه رأى؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليتوبوا. اهم التوبة امرين اثنين، مشروعية التوبة فضل، فان تاب التوبة اللي هي لها شروط يقبل الله توبته. يبقى ثم تاب عليهم اي شرع التوبة ليتوبوا، وبعدين يقبل التوبة عن ايه؟ عن عباده. ذلك هو الفوز المبين، أي الفوز المحيط بالنفع الكامل بحيث لا يتسرب إليه شيء يناقض الإيه يناقض حق الرحمة. وأما الذين كفروا إيه بقى جزاؤهم؟ إحنا عارفين إنهم هيدخلوا النار صحيح، بس قبل ما يدخلوا النار نبدي لهم عذر الإيمان، نقول لهم إحنا قصرنا في حقكم، إحنا خدناكم على مشمكم، إحنا ما ذكرناكوش، احنا ما قلناكوش، مش احنا يعني كده. اما الذين كفروا كان يقول ايه؟ يدخلهم ربهم في النار. فهنا قبل ما يدخل في النار عمل ايه؟ بين لهم انه ما قصر في حقهم. انت اللي مقصرين يا طالما تحنن لك، طالما بعث لكم الرسل، طالما الح عليكم في كذا، انتوا اللي بعملوا. افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم عنها وكنتم قوما مجرمين. يعني مش بس استكبرتوا عليها وسبتوا الناس في حالها. مش الرسول قال فإن لم تؤمنوني فاعتزلوني، يعني سيبوني في حالي، ما تسيئونيش، ما تأمنتش انت حر، انما سيبني في حالي، ما تتعرفش ليا يعني بقى خلاص. يبقى يقول ايه فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. الاستكبار الا يؤمن بما جاء به الرسول. واما الاجرام في حاجه ثانيه. الاجرام انك انت تبتدي بقى تهزأ اللي قابل. ولذلك برضه بنشوفها لما يا جماعه يكونوا مسرفين على نفسهم كده، ويشوف واحد مقبل على الله بانه يصلي وبيصوم، يقول لك الصوره اللي جه خدنا على جناحك، ويستهزئوا منه. اقرا قول الحق سبحانه وتعالى ان الذين اجرموا، يعني عملوا عملا زائدا على كفرهم، كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. ومش كده بس، ده دليل على ان الاهل الاخرين وحشين. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين مبسوط، يقول لك انا قابلت هزأته وعملت فيه اللي ما ينعمل، تقوم اهله ينبسطوا منه. الله. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه؟ فكهين. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. الحق سبحانه وتعالى يطمئننا هنا على ما يكون هناك. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انتوا ضحكتوا عليهم في الثانية، احنا بنضحك عليكم بل ايه؟ وبعدين يسألنا ربنا هل ثوب الكفار ما كان غدرنا نجزيهم؟ نقول له نعم يا رب اجزيتهم. فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. يبقى ده نوع تاني بقى نوع كان متأكد إن ما فيش بعث. هنا الظن، وما هو الظن؟ الظن إنك ترجح شيء، لأن إحنا قلنا النسب إما علم وإما جهل وإما شك وإما ظن وإما وهم. الظن تغلب الشيء، الوهم تغلب الباطل. وبدا لهم سيئات ما عملوا، الشيء اللي عملوه في الدنيا بدا ايه؟ السيئات بتاعتهم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم اي احاط بهم فلا يجدون مفرا ولا ايه ولا مهربا. وقيل اليوم ننساكم. طب قيل اليوم ننساكم اللي بيقول مين؟ الحق سبحانه وتعالى هو اللي بيقول. وقيل اليوم ننساكم، طب ما قالش قال الله ليه؟ لان حتى النسيان للجماعه دول برضو الرحمه يعني، فما حبش يوجهه له الا قال وقيل اليوم ايه؟ اليوم ننساكم كما نسيتم. ننساكم هل يطرأ على الحق ان ينفي النسيان او يثبته؟ يبقى ننساكم يعني نترككم مهملين كما يترك الناس الامر فلا يخطر بباله. ليه؟ لانه لو خطر بباله يمكن تاخذ قلبه الرقه والرحمه ويقدر يعني. اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم النار. ماواكم النار، ما هو الماوى؟ الماوى هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان من متاعبه أو من مخافة العطب، مش هو معناه كده؟ فإذا كانت النار هي المأوى تبقى إيه الحكاية؟ مأوى من إيه؟ الله، بقى الإنسان يأوي إلى مكان إيه؟ ولذلك نسمي المكان اللي بنرجع فيه بالليل نسميه البيت، البيتوتة، بنبات فيه، يبقى معناها إننا هنا، هنا الراحة، بنسميه السكن. برضه هنا اللي ايه بنسكن من الايه من المتاعب. المأوى هو المكان الذي يأوي اليه الانسان من متاعب تصيبه او من شر ايه يخاف. اذا كان مأواهم النار بيبقى ايه الشكل بقى؟ المأوى اللي كان المفروض ان هو يأوي الانسان هو اللي منه الايه منه العطب. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يعني ما لكوش حد هيتصعبوا عليه ويقول لك ايه بقى نروح نخلصه من الشده اللي هو ايه اللي هو. بالعكس الناس اللي كنتم متابعينهم هيتبرؤوا منكم اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بينهم الايه الاسباب. ذلكم الذي حدث لكم بانكم اي بسبب انكم اتخذتم ايات الله هزوا. اتخذوا الآيات هزوا، يبقى أولا أنكروها، ومش بس أنكروها عملوها إيه هزوا ولا مهزوءا بها. اتخذوا آيات الله مهزوءا بها. أم قال لك دي مبالغة في أنهم جعلوا هذا هو العين، زي ما تقول فلان عادل غير ما تقول فلان عدل، كأنه مش بس عادل ده هو نفسه إيه هو نفسه عادل. كذلك هو بيقول إيه اتخذوها إيه مش مهزوءا بهم، لا اتخذوها ايه هزوا. وغرتكم الحياة الدنيا، يبقى اتخذتم آيات الله هزوا بمعنى انكم انكرتموها اولا، وياريتكم انكرتموها وسكتتم بل خدتوها ايه تهزيء وقول. وغرتكم الحياة الدنيا، يبقى ثلاث ايه ثلاث اشياء انكروا واتخذوها هزوا وغرتهم الحياة الايه الدنيا. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. لا يخرجون منها ولا لا يخرجون منها لا يخرجون منها لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. يستعتب يعني ايه؟ اولا المادة مأخوذة من العتاب. وما هو العتاب؟ المحاورة في أمر
لحبيب عزيز عليك انك انت تفقده، فعمل شيء انت زعلت منه، ولما زعلت منه مش هين عليك تسيبه، ما كتمتش الشيء اللي انت زعلان منه عملتها قطيعة، لا، بل جيت قلت له ليه يا شيخ انت عملت الشيء الفلاني، ما تقولش دي الا الانسان تستكي ونفسك تسمع منه عذر، نفسك تسمع منه ايه عذر. ولذلك الشاعر يقول اما العتاب فبالمحبه اخلق، والحب يصلح بالعتاب ويصدق. ما دام هتعاتب يبقى معناه انك حريص عليه. يعني مثلا انسان مرض وبعدين فلان ما جاش يزوره، قعد واخدها في نفسه، وبعدين جه بعد اسبوع جه قال له انت افتكرت ان انا عيان يعني كنت فين الايام دي؟ قال له والله وما قالوكش. طب مش قالوك انني مسافر لابني كان في الحته الفلانيه علشان بعته لي قالوا لي ده تعبان وديته المستشفى. يبقى هو عاتبه انه لم يزور، دي عمل ايه؟ بين العذر اللي عمل، يبقى ازال عتابه ولا ما ازالش؟ يبقى عتب عليه قال له ايه ان زعلان منك عشان عملت كذا. لا تقال الا لمن تريد ان تستبقي ايه مودتك، ولا تكتم الامر الذي احضنك في نفسك لانك حريص على حبك. طيب هو جه يبين لك السبب، يبقى لما يبين لك السبب يقول ازال عتبك علي، يبقى عتب فلان على فلان فاعتبه فلان، اعتبه يعني ايه؟ يبقى ازال منه ايه ما يوجب الايه العتاب. طيب يبقى ولذلك هناك الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الطيب لك ولك العتبة حتى ترضى، يعني ان كنت أم لما اوزي وقبله المقابلة للسيئة دي انا هنا عملت حاجة استحقت بها الإيذاء، لما قال ان لم يكن بك ايه غضب علي فلا ابالي، لكنه تذكر قال ولكن عافيتك اوسع لي، برضه مش عايزين الايه ان يمكن تخور العزائم، ولك العتبة حتى ترضى، يعني العتبة يعني ايه؟ لك عندي ما ازيل عتابك علي. يبقى عتب لام على شيء ظنه تقصير، اعتبه ازال ايه؟ ازال ايه؟ عتابه، اسمها همزة الايه؟ همزة الازالة، زي ما يقول لك ده معجم، اعجمه يعني ايه؟ اعجم الكتاب. كان الكتاب الاول الكتابة ما فيهاش نقط، يعني الب سنة زي اليه تمام، زي النون، زي الت زي السين، سنة كده من غير نقط خالص. ما فسدت الملكات قال لك الملكة ما عادش صحيحة، يقول نعمل ايه؟ نميز دي ب ودي ايه نقطتين تحت وفوق دي نون ودي ت ودي ايه سين، يقال اعجم الكتاب يعني ازال عجمته. كان في الملكة العربية مش عايز الكلام ده خالص، الملكة العربية كان بمجرد ما يشوف الكلمة كده يقوم يعرف ان السياق يطلبها كذا كذا يقول صح. لما عرض على حماد القرآن وهو غير منقوط ولا مشكوك، لو الكتاب الاول كانت كده لا نقط ولا ايه، ولكن العربي كان لما يقرأ يعرف. ام قال في قوله عند قوله هذا عذابي أصيب به من أشاء، هي كده الثلاث سنن اهي زي سنن السين والشين، ما فيش ثلاث نقط ولا أي حاجة، فهو ما بعيدش قوي يعني هذا عذابي أصيب به من إيه من أساء. طب ما المعنى هي مش كده ولا؟ يبقى ملكة العرب تعمل إيه؟ إن لم تيجي على النص تبقى تيجي قريب من النص، اللي قال صبغة الله ومن احسن من الله صبغه، طب الصاد معقوله، لكن ايه البيت هي صبغه، طب ما هي سنه، طب ما اقراهاش ايه يقراها ايه يقراها ايه ما تجيش يقراها ايه نون، طب تنفع نون، تبقى صنعه الله ومن احسن من الله صنع، تبقى هي الكلام هو ولا لا؟ يبقى اذا اعجم الكتابه يعني ازال ايه عجمته، يبقى اعتب فلان ازال عتابه ايه عليه بهمزه الازاله، لان في حاجات لازاله الشيء زي ما قشرت البرتقال، قشرت يعني ايه؟ قشرتها يعني ايه؟ ازلت الايه؟ اسمها تضعيف الازاله زي همزه الايه؟
زي همزة الإزالة تمام. فعتب قال ما ألمه منه، أعتب أزال من جاب العذر اللي يزيل الإيه، ولهم يستعتبون. أن يستعتب يعني يطلب منهم أن يعتبوا، يعني إيه الشفعاء اللي يروح مثلا لربنا، ما واحد يشفع لواحد في حاجة ويلاقي المشفوع عنده غضبان قوي مش قادر يحل البتاع، يوم يجي للمشفوع لمصلحته يقول له ادي عذر يا اخي ولا حاجه بس حسن. يبقى يستعتب يعني يطلب منه ان يقول اعتبتك، اي ازلت ايه عتابك، لا بتنفع ولا بتنفع. واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن الا ظنا وما نحن. قلنا ان اللي بينكر قيام الساعه قسمين، قسم متاكد انها مش ممكن، وقسم ايه يظن انها مش ممكن. يبقى ليه؟ قال لك لانه بيسمع من الرسل يقول لك في ساعه، وبيسمع من القوم اللي هو يقول لك لا ما فيش ساعه، فالمساله عنده ايه مرجع، يبقى ده ظن. وما نحن بمستيقنين، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار. إذا كانت النار المأوى المكان اللي بنأوى إليه من المتاعب هي الإيه؟ هي النار. ومأواكم النار وما لهم من ناصرين. ليه؟ ولذلك الذين اتبعوهم في الكفر ربنا ما يخليهمش يجوا الآخر. ولذلك ألف فرعون يقدم قومه يوم القيامة، يبقى قدامهم رايح للنار. ليه؟ لانه لو ما كانش قدامهم يقولوا لا ده احنا قبل ما ندخل النار هيجي بقى فرعون وايه ويشوف شغله وينجينا. لا قدامكم اهو، قدامكم اهو، عشان ما تقولوش ده هيجي ينقذنا ولا يجي اهو. نعم. وما لكم من ناصرين، ذلكم بانكم اتخذتم ايات الله هزوا وغرتكم الحياه الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. يجب أن يوجد الحمد لله على أنه خلق من عدم وأمد من عدم وهدى بآياته البينات إلى سبل الإيه الحق. يبقى يستحق مننا نعمل إيه؟ مننا نحمده. يقول الحمد لله على إيه؟ أن خلقنا من عدم وأمدنا من عدم بقيوميته، وعمل فينا ايه ثالث، الشيء الثالث عمل فينا واعاننا بمنهج، لان خلق من عدم وامداد من عود جاب لنا القوت ومش عم ما يحفظ حياتنا، لكن ده حفظ حياه الماده بس، انما حفظ ايضا حياه القيم بشيء اخر وهو المنهج. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول على الرسول يقول له قل للكل استجيبوا لله وللرسول اذا ايه إذا دعاكم لما إيه؟ لما يحييكم. طب ده هو بيخاطبهم، وما دام بيخاطبهم يبقوا أحياء، يحييهم بإيه؟ يحييهم بمنهج القيم، لأن قيمة المسائل المادية اللي قال لهم الأكل والشرب والهواء والآخر دي عمرها عمر الدنيا. إنما الحياة الثانية هيبقى فيها إيه؟ شيء آخر، يبقى الحياة الثانية وإن الدار الآخرة هي دي الحياة الحقيقية، إلا فحياة أنتظر لا تزول مني في أي وقت. يبقى لازم الحياة الحقيقية هي ايه؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما ايه؟ ولذلك سمى الحياة الأولى التي أوجدها الله في آدم نفخنا فيه من ايه؟ من روحنا. دي روح عملت ايه؟ جعلت المادة فيها حياة. لكن المادة فيها حياة دي حياة المادة والقيم. لكن حاجة تانية اللي هي القيم بقى اللي هتدي حياة تانية أخلد. قال فيها ايه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، بقى فيه روح للمادة عشان تتحرك وتسعى وتعمل إيه، وفيه روح للإيه، وحتى اللي نزل بها سماه الروح، نزل بها الروح الأمين. يبقى إذن فيه حياة للمادة وفيه حياة للقيم. حياة المادة عمرها الدنيا، وحياة القيم عمرها لا نهاية لها، لأن المادة مهما كنت منعم فيها هتنتهي ابي واحد، ثانيا حتى قبل ان تنتهي هتبقى انت مشغول فيها بامرين اثنين، خايف للنعمه دي تزول منك، او خايف تموت وتسيب النعمه.
في الآخرة بقى ما فيش لا دي ولا دي، لا ما فيش لا موت ولا تخاف إنها مش مقطوعة ولا أي حاجة، يبقى دي الحياة حقيقية ولا لا؟ إذن فتسمية الله للحياة الآخرة الروح، نزل به الروح الأمين، أوحينا إليك روحا من أمرنا، يبقى إذا لله روحان، روح للمادة فتحيا بها الحياة بتاعت الدنيا، وروح ليه؟ للحياة اللي هي بتاعت القيم اللي هتوديني إلى حياة لا موت فيها ولا مفارقة للروح. وكلمة فلله الحمد، لله الحمد غير الحمد لله، ليه؟ لله الحمد يعني مش لغيره، إنما الحق سبحانه وتعالى أما قال في آية الحمد لله بدونها نحمده على نعمة، يبقى برضو كل واحد يقدم لك نعمة جزئية في حياتك برضو يستحق انك انت ايه يبقى قال هنا الحمد لله وهنا في ايه لله الحمد، لله الحمد. واحنا قلنا زمان ان كلمة الحمد لله مبتدا وخبر، ليه؟ قال لك من رحمة الله وعدالته في خلقه جميعا انه سوى بين الخلق جميعا في صيغة الثناء عليه، لأن لو لم يسويهم في صيغة الثناء عليه لفاز الذين يحسنون القول ويقولوا الشعر ويقولوا الأدب ويحمد ربنا بأساليب عالية وأساليب والأم الغلبان ما يعني. فقال لا، أنا سأتحمل عن الجميع صيغة الحمد لله، أنا عايزك تقولوا الحمد لله بس، ودي كلمة خبيئة كل واحد يقدر يقولها. ولذلك النبي نبهنا إلى هذا في قوله لا أحصي ثناء عليك، لأن نعمك وصحيح. خلاص انت كما اثنيت على نفسك، انت اللي قلت احمدوه وقول الحمد لله، ايه هي دي الكفايه، كل واحد يقدر ايه يقدر يقول. ولذلك قال اهل المعرفه ان تعليم الخلق كلمه الحمد لله تعليمهم تستحق ان يحمد الله، يبقى الحمد لله على ان علمتنا الحمد لله، ومدام والحمد لله الثانيه برضه في حاجه الى ايه الحمد لله، يبقى اذا هتقعد تحمد ازاي؟ الحمد لله على علمتنا الحمد لله، والحمد لله على ما الله، يبقى الحمد من الحامد لا ينتهي ومن المحمود عليه لا ينتهي. الحمد لله. وبعدين جاب الحيثيه اللي هي كده رب السماوات ورب الارض ورب العالمين، ما نحمدوش ليه ده؟ وله الكبرياء. الله، الكبرياء المادة بتاعت الكاف والبه والري، فيه كبر يكبر إذا كان سنه، وكبر يكبر إذا عظم، يبقى فيه للسن وفيه للمقام. كبرت كلمة يعني عظمت، لكن في الأسنان كبر يكبر وكبر يكبر. طب عندنا بقى الكبرياء هو ايه هنا بقى؟ الكبرياء من ايه؟ من العظمة، من العظمة. ودي نعمة من الله ان يكون الكبرياء له وحده. ليه؟ لان هو ما طمع فيك لتكون عبدا له الا ليكفيك ان تكون عبدا لكل ذي قوة عنك، عملك عبد له هو واحد. لما كنتش عملك عبد له هو واحد كنت كل واحد قوي في ناحيه هتبقى عبد له، نجار وانت عايز تاخد مش عارف يعمل لك هتبقى عبد ترجاوت مش عارف حداد اي حد، الله، كل واحد انت محتاج له في حاجه تبقى عبد له ويتامر عليك، الله. لكن هو عمل ايه؟ قال الكبرياء ليا وحدي. الكبرياء ليا وحدي معناه اطمئن ايها العبد ان مفيش حد هيرد عليا حاجه، لأن العظمة كلها ليا وحدي، ما تفتكرش إن حد هياخد مركز قوة من ناحيتي، كل أنا كل لكم، لكم جميعا، خلقوا كلهم عيال الله، وأحبهم إلي أرأفهم بإيه؟ بعيالي. فما دام لله الكبرياء يبقى الحق سبحانه وتعالى يطمئننا على أننا حين نعبد الإله الواحد سيكفينا أن نخضع لأي إنسان آخر. يبقى عزيني بهذا الكبرياء ولا لا؟ ولذلك حتى الناس اللي على الفطره يقول لك ده اللي ملوش كبير اشتري له كبير، ليه؟ اشتري له كبير
علشان بهذا الكبير ده هيدفع عني وهيبقى لي في كل حاجة أفزع إلي في كل شيء. يبقى من عظمة الحق أن يكون له الإيه الكبرياء. ولذلك قال الكبرياء إيه رداني اللي نزعني فيه أقطعني. أنك تنزعني فيه وأنت غير خالق للناس ما تؤمنش عليهم. ولذلك الإنسان لا يتكبر إلا إذا حجب نفسه عن استحضار كبرياء الحق. إنما اللي يستحضر كبرياء الحق يستحي أن يتكبر. ليه؟ لأنه شايف العظمة دي ما يصحش الواحد يبقى كبير عليه. الذي يتكبر على الخلق يبقى مش مستحضر كبرياء الخالق عليه. ولذلك الكبرياء إمتى بيضيع؟ هب أن واحد كان ضعيف وأعانه واحد فقواه، يبقى عمل فيه حسن ولا ما عملش؟ طيب واللي يعمل فيه حسن يبقى يعني مدين له وبيكبره وبيعمل له مش عارف ايه وبتاع. وبعدين الضعيف ده لما كده خد حجه وخد باله وجاه طويل، يبقى اللي عمل فيه جنين هو اللي بيصغره امام نفسه. افرض انه هو قاعد كده في القهوه والمصهر الجديد جه بقى وبقاله مال وبقاله عز وبقاله مش عارف ايه وبتاع، والناس واقفه عنده ايه مش عارف ايه، وبعدين جه دخل على القهوه اللي له جنين وهذا سابق، ماذا يحدث له؟ يتلم شويه ويتمنى ان ده ما يبقاش في حياته، لانه كل ما يشوفه يشعره ايه؟ يذكره ايه؟ يذكره ضعفه، وهو مش عايز يذكر ضعفه دلوقتي، هو عايز يبدا القوي. ولذلك يقول لك اتق شر من ايه؟ من احسنت اليه. ليه؟ لانك لما احسنت اليه احسن الى من شئت ايه؟ يبقى اثيرك. فلما يحسن وبعدين هو يتقدم يقوم يكره مين؟ اللي هيخليه يتضاءل لما يشوفه، ما يحبش ايه؟ ما يحبش ايه يشوفه. وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. يبقى له حمد لانه لا يغلب، وله الكبرياء لانه ايضا لا يغلب، ما فيش حاجه اعلى منه. وما تفتكروش بقى انها مساله قهر وفتوانه، لا، ده حكيم. معنى حكيم انه يتصرف المسائل اللي ايه؟ اللي لصالح ايه؟ لصالح خلقه، وهو العزيز الايه؟ الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان. والى